مرحبا مجددا إلى هذا الجزء من النافذة الذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ورصد الوضع الإنساني والمعيشي هناك. البداية من مدينة حلب، حيث واصلت الطائرات السورية والروسية غاراتها على أحياء المدينة وبلداتها، مخلفة العشرات بين قتيل وجريح. فقد قتل 11 مدنيا وجرح آخرون في غارات استهدفت بلدات عنادان وحريتان ويقد العدس، كما استهدف القصف مناطق كفر حمراء وليرمون والصاخور. من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات بين المعارضة المسلحة وقوات النظام في الريف الجنوبي، حيث استطاعت كتائب المعارضة تدمير مدفع ثقيل ودبابة في منطقتي تلة يوسف وحربيل. الله أكبر، قصف بالقنابل العنقودية على بلدة حيال الآن. هذا وكانت أسواق مدينة القمشلي بريف الحسكة قد شهدت في أول أيام شهر رمضان إقبالا كبيرا رغم الغلاء الباهظ في الأسعار، حيث بقيت أسعار المواد الغذائية على حالها رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وتوفر المواد الغذائية في الأسواق. والله بالنسبه لاجواء رمضان، اول شيء الله يساعد المواطن، يعني كل شيء اقل شيء دبلين، والدولار كسر والمواد ما كسرت، ونحن بنتوجه لكل شيء قياده وسلطه انه يحطوا رقابه على الاسعار. أنا عامل، يعني يومية العامل إذا بده يومية 5000 ليرة لا يقدر يعيش بهالبلد. إذا جاي كيلو التمر ب 1500 و 1000 ليرة، إذا حلاوة ب 1500، إيش الواحد المواطن بده يعيش؟ أجواء رمضان، أجواء رمضان، اليوم كنا نستنى رمضان بس ليجي رمضان مشان بس نتصبح بيوم رمضان، هلا ما بدنا يجي رمضان مشان ما نشوف هالغلا. نحن استطعنا نسوق خضره هنا، الله يخفف على الناس شوي، يخفف هلا الخضره واللحمه والامور هاي كلياتها، يعني صعبه، الله يعين العالم. يعني كل سنه، يعني نقول السنه الماضيه لسه، ان شاء الله السنه هاي تكون احسن من السنه الماضيه ان شاء الله. كما يستقبل أهالي بلدة تلدو في ريف حمص الشمالي شهر رمضان للعام الخامس تحت حصار قوات النظام، وهو الأصعب منذ اندلاع الثورة السورية بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. ويقول عدد من الأهالي والنشطاء إن الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع هي الدراجات النارية التي لا تسلم من القصف الذي يستهدفها من المناطق الموالية للنظام المحيطة ببلدة تلدو. هالأسعار غالية جداً،
يعني كيلو تمر على مستوى كيلو تمر لك يا اخي ليك هذا هو ما الفرق. كيلو سكر ب 400 ليره، الخيار ب 400، لك الله يفرج على العباد. كيف وضع الناس؟ كيف وضعكم؟ كيف راح تقضوا هالايام؟ يا الله الناس كلها تعبانه. حركه قويه بس ولكن بتعرف انت كالعاده هذا سادس رمضان بالثوره سيولي ما في مع الناس. هذا بدي يعني وهذا اللي بيستلف وربنا المستعان بس. والله ابداع من امنا من الريف ريف حمص الشمالي على طريق طريق صعب جدا محاط بضيع موالين للنظام قرب موالين للنظام عليهم تنشق النصر وعسى احيانا بصير قصف بالطيران على التجار اللي عم يجيبوا قطاع على الميتون عم يدور يعني حملوا على الميتون طريق وعر جدا. استقبلنا رمضان بكل روح طيبه وبكل ايمان ومحبه. ما عدا الاسهار استقبلناها بكل نار وكل حراره. وللحديث أكثر عن التطورات في مدينة حلب وريفها ينضم إلينا عبر سكايب الناشط الإعلامي إبراهيم العمر من ريف حلب الغربي. أستاذ إبراهيم أهلا بك معنا، ويعني ما هي آخر التطورات لديك الآن؟ نعم أخي الكريم أهلا بك. آخر تطورات لليوم الثاني على التوالي مع دخول شهر رمضان، تتوالى الغارات الجوية العنيفة التي تزداد هدتها يوما بعد يوم، وفي تطور بالغ هو استهداف جميع مساجد قرى الريف الشمالي إضافة إلى بعض قرى الريف الغربي. أكثر من 1500 غارة جوية خلال أكثر من 18 يوم لهذه الحملة. حاليا المناطق التي لم تقصف هي يمكن أن نحصيها أكثر بكثير من المناطق التي قصفت. جميع القرى الواقعة على الخط على طريق الكاسل باتجاه الريف الغربي تم قصفها، من مدينة كفر حمراء إلى حريتان إلى معارة إلى عندان إلى حيان إلى بابيس إلى معارة الأرتيق إلى دارة عزة. غارات جوية تستهدف المواطنين. قبل قليل كان هناك في وقت الأفطار أكثر من 60 غارة جوية خلال ساعة واحدة. 11 شهيدة سقطوا اليوم. في تطور جديد أيضا يقوم النظام ومن خلفه روسيا باستخدام قنابل النابالم وإضافة إلى القنابل العنقودية بما تسمى الفسفور الأبيض، مما تزيد في معاناة المواطنين حيث إذا لم تقتل المواطنين تقوم بحرق منازلهم. وهذه الظاهرة منذ عدة أيام نشاهدها في بلدات وقرى الريف الغربي. طيب أخ إبراهيم، يعني كيف يعيش الناس أجواء رمضان في ظل هذا القصف؟ تقول 60 غارة جوية خلال ساعة واحدة، كيف يعيشون الصيام وكيف يحصلون على احتياجاتهم اليومية؟ أجواء مأساوية، هناك خوف شديد يعني من الذهاب إلى السوق لأن جميع الأماكن المزدحمة هي هدف لهذه الطائرات. من يخرج يخرج يعني يودع عائلته فيخرج، ومن يعود يعني كما أن الخارج مفقود والداخل مولود. يعني الأوضاع مأساوية جدا جدا أخي الكريم، كما قلت لك هناك خوف شديد، لا يوجد مكان آمن في كل مدينة حلب وريفها المحرر حاليا. جميع الأماكن مستهدفة، أقول لك حملة شعواء منذ 18 يوما إلى اليوم وهناك صمت غريب من المجتمع الدولي. هذا ما يعني يوجع السوريين أكثر من طائرات النظام، أن لا أحد يكترس بمعاناتهم، لا أحد يهتم بهذه حملة الإبادة التي حاليا يقوم بها النظام السوري ومن خلفه روسيا. وبالنسبة للاحتياجات الصحية لمداوات الجرحى وأيضا يعني كيفية الحفاظ على حالة الجرحى وأيضا من تم قتلهم في هذه الغارات، كيف يتم التصرف معهم؟ حاليا هناك نقص، أصدرت الطبابة الشرعية أنه لم يبقى عندهم أكفان وقبور لدفن هؤلاء الشهداء. أما من ناحية الجرحى فأغلب الجرحى 90% منهم يتم تحويلهم إلى تركيا، إلا بعض الجروح الخفيفة حيث كما تعلم
طائرات العدوان الروسية لم تترك مستشفى أو مركزا طبيا، حتى مستودعات الأدوية قامت بقصفها. هناك معاناة شديدة، أقول لك هناك كارثة إنسانية حقيقية نعيشها اليوم في حلب المحررة وريفها، جميع مناطق وأحياء حلب المحررة إضافة إلى مدن وبلدات الريفين الغربي والشمالي هي مناطق منكوبة أخي الكريم. أقول لك على مستوى المعيشة هناك صعوبة في جميع أحياء، يعني في جميع المطالب التي يعني مطالب الحياة التي يعني أدنى مطالب الحياة هناك صعوبة في الحصول عليها للمواطنين، إضافة إلى حالة الرعب والخوف وعدم وجود أي مكان آمن. لا يوجد مخيم مستثنى من القصف، لا يوجد مسجد، لا يوجد ملجأ، لا يوجد أي مكان مستثنى من القصف، مما يزيد في معاناة المواطنين. عدم الشعور بالأمان والخوف الدائم والرعب، حالات الرعب التي نعيشها حاليا في مدينة حلب وريفها شيء لا يوصف ولا يمكن وصفه عبر الشاشة أو عبر أي وسيلة تواصل اجتماعية. إذن هل هناك مخيمات أو أماكن من المفترض أن تكون آمنة وبعيدة عن استهداف هذا القصف، تم قصفها بالفعل في 18 يوما السابقة كما قلت؟ خلال 18 يوما لم يتم استهداف المخيم، ولكن الطريق الوحيد الذي يربط مدينة حلب والذي يقوم أن يعني بعض المدنيين العالقون ضمن مدينة حلب يحاولون النجاة عبر الخروج باتجاه مناطق ريف إدلب أو حتى الحدود السورية التركية، هناك استهداف غريب بشكل متواصل لهذا الطريق. يوم أمس 3 نساء الساعة 1:30 ليلا حاولوا الخروج من مدينة حلب باتجاه ريف حلب الشمالي، تم استهدافهم وهناك كان بعض العالقون، خرجت وحدات الإسعاف يعني في عتمة من الليل بدون إشعال أنوار السيارات حتى لا يتم استهدافهم، ومع ذلك تم استهدافهم ونجاتهم بفضل رب العالمين. يعني من يخرج على حياته أخي الكريم. بالنسبة للمخيمات كما تذكر كان هناك من فترة استهداف لمخيم الكمونة الذي كان يحوي النازحين من ريف حلب الشمالي، إضافة إلى بعض النازحين من ريف حلب الجنوبي، أدى إلى استشهاد أكثر من 30 شخص. لا يوجد كما أقول لك لا يوجد أي مكان آمن حاليا، هذه أكبر معاناة نعيشها، حالة الرعب وعدم وجود أي مكان آمن، عدم وجود أي محرم في قصف قوات النظام إضافة إلى روسيا لهذا المناطق والمدن والأحياء التي يعني بقي فيها هؤلاء المدنيين الذين لا يجدون يعني مهربا من الموت. حاليا لا يوجد أي مهرب من الموت، إما أن نبقى تحت القصف وأيام معدودة ربما نعيش أو ربما نموت. هذه الحالة الحالية التي نعيشها في مدينة حلب وأحيائها المحررة ومدن وبلدات الريف الشمالي والغربي. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي إبراهيم العمر، كنت معنا من ريف حلب الغربي عبر سكايب. شكرا جزيلا لك. كما أخبرنا الناشط الإعلامي إبراهيم العمر أن هناك نحو 60 غارة جوية خلال ساعة واحدة على ريف حلب المحرر، وأيضا هذا ليس هو اليوم الأول. هناك كما وصف إبراهيم العمر أن 18 يوما هناك حملة شعواء من القصف الروسي السوري على مناطق ريف حلب، وأيضا سقط 11 قتيلا وعشرات الجرحى في آخر التطورات جراء تلك الغارات وجراء القصف. من ناحية أخرى، بدأ المجلس المحلي في بلدة كلاليب بريف إدلب مشروعا لصيانة شبكة الصرف الصحي في البلدة بدعم من منظمة العمل الإنساني البولندي. يتضمن المشروع استبدال عشرات القساطل المعطلة وإنشاء نقاط لتصريف مياه الأمطار، على أن يتم الانتهاء من أعمالها خلال شهر واحد. نشكر منظمة با العمل الإنساني البولندي لتقديم مشروع تأهيل الصرف الصحي في بلدي. سوف يتم استبدال 325 متر من القصائد المعطلة ضمن الصرف الصحي في بلدي، إنشاء 25 مطارية تصريف مياه الأمطار، إنشاء 11 نقطة تفتيش الصرف الصحي في بلدي، تسليك 250 متر للصرف الصحي، صيانة 50 مطارية. بدأ المشروع منذ أسبوع، سيستغرق 25 يوم.
وما زلنا في الشأن السوري، حيث تشهد أسواق معرة عمان بريف إدلب إقبالا كبيرا من قبل الأهالي في أول أيام شهر رمضان المعظم بالرغم من ارتفاع الأسعار. تتركز أمنيات الأهالي في هذا الشهر المبارك على توقف قصف الطائرات التي تستهدف الأسواق والمناطق السكانية في المدينة. أول شغلة مبارك طاعة الجميع ومبارك طاعة على الأمة الإسلامية، والله يتقبل صيامنا وصيام جميع خلق الله. والله كأجواء عنا في البلد في معارة النعمان، الحمد لله رب العالمين، ندعي من الله سبحانه وتعالى أن يأمننا في أوطاننا ويكفينا شر الطيران والظلام والحكام، فمنعيش أحلى عيش يطلع بالأسواق أحلى بهجة ولا كأن في شيء، بس بندعي من الله سبحانه وتعالى أنه يصرف عنا الطيران والبلاء والنصر القريب لثورتنا المباركة إن شاء الله. الشعب يعني على هذا المشكلة هي أكثر المي والكهرباء. الكهرباء لجو رمضان إلى نكهة خاصة. يعني المراوح شيء لابد منه حتى تساعد المسلمين. بالنسبة للفطور الأسعار يعني هذه كثير. يعني أبسط عيلة تتكون من شخصين وأطفال أقل شيء بدون 2000 أو 3000 حتى يقدروا يأمنوا وجبة يومية يوم برمضان أو بغير رمضان. أخذنا لحم الكيلو ب 3500، كنا ناخذه 250 ليرة. تفضل فهمت علي؟ كنا ناخذه 250 ليرة، بس اليوم محكومين بدنا نقول كويسة غصب عنا. أسعاره كويسة ممتازة. جبس ب 70 ليرة ممتاز. رز ب 500 ممتاز. ما في غلاء خالص. العالم عايشة بسخاء ورخاء. مضى عام ونصف على افتتاح المركز التخصصي للأطراف الصناعية في مدينة دوما بريف دمشق. المركز يقدم أطراف بديلة لعشرات المصابين ممن بترت أحد أطرافهم جراء الحرب. بداية سنة 2015 وتم بدء العمل بالمركز في الشهر العاشر من العام الماضي 2015. يقوم المركز بتركيب أطراف مجانية لجميع المصابين ولجميع حالات البتر للأطراف السفلية. يتواجد في المركز كوادر متخصصة في مجال الأطراف الصناعية، فني أطراف، فني تعويضات ومقومات، وفني معالجة فيزيائية، ويشرف على المركز مدير طبي، طبيب أخصائي عظمية ومعالجة فيزيائية. كان يوم إصابتي يوم 30/10/2015. رحت على السوق، ساحة الغنم بيقولوا لها هنيك تجمع للغذائيات كلها، فمارق من هنيك بدي اجيب شوية أغراض. اجت الطيارة الهمجية ضربت صاروخ، فكنت من الضحايا اللي ضحايا القصف الهمجي اللي عملت قصف النظام. أول مرحلة نجيب الجبس مصبوب جاهز لنحضره لمادة الريزين. صب الريزين هو عبارة عن الإسفنج ومادة الكربون والبيرلون ومادة الريزين. نحن بنحضره ونصبه خلال ساعتين تقريبا يكون جاهز للتطبيق، وثم نطبقه بهذا الشكل يطلع طرف جاهز. نحن هون هلا بقسم الورشه، هي المرحله الثانيه اللي بتجي بعد صب الجبس والريزين. طبعا انا شغلي بيتضمن هو تطبيق القدم وتسليمها للمريض اللي من خلالها بيمر بمرحله التدريب. انا اول ما انصبت صليت 9 شهور مصاب.
جيد على المركز، قالوا لي على المركز لهون انه بركب الاطراف، وانا اصابتي فوق المفصل، فوق المفصل تبع الجسم. إذن مشاهدينا، كان معنا في هذه النافذة المزيد من الموضوعات حول الملف العراقي والسوري والشأن المصري، ونقلنا لكم الأجواء الرمضانية في العاصمة البريطانية لندن. في نهاية هذه النافذة أشكركم على طيب المتابعة، ونلقاكم بمشيئة الله غدا في نافذة جديدة. إلى أن نلتقيكم بمشيئة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.